هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها قائد السيارات وتتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الوقود واستنزاف مخزون الوقود دون داع، وفيما يلي نستعرض بعض تلك الأخطاء. أولاً، القيادة المسرعة. يظن البعض أن القيادة المسرعة تساهم في تقليل استهلاك الوقود، في حين أن القيادة على سرعات مرتفعة جدا ولمسافات طويلة يرفع من معدل استهلاك الوقود بشكل كبير، ولهذا ننصح باستخدام مثبت السرعة خاصة على الطرق السريعة بما لا يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، فهي طريقة موفرة للوقود. الكبس على بدال الوقود بقوة. الضغط بقوة على بدال الوقود خلال القيادة يساعد على ضخ كمية كبيرة من الوقود إلى المحرك، وتحترق نسبة كبيرة من تلك الكمية قبل أن يعود الفائض مرة أخرى إلى تانك البنزين. القيادة الهادئة البعيدة عن العصبية توفر لك في الوقود، كما أنها لن تصيبك بالإرهاق ذهنيا وعصبيا. إهمال صيانة السيارة. إهمال صيانة السيارة يساهم في تراجع أداء العديد من أجزاء السيارة، وهو ما يتسبب أيضاً في انسداد بعض الأجزاء، ما يقلل من قدرة المحرك ويدفعه لضخ المزيد من الوقود، وهو ما يرفع من معدلات الاستهلاك. في هذا الإطار عليك الحرص على مواعيد صيانة السيارة كي تظل السيارة تعمل بكفاءة وتساهم في توفير الوقود. تشغيل المكيف طوال الوقت. نعلم أن حرارة الصيف لا يطيقها أحد، ولولا مكيفات السيارات لما تمكننا من ممارسة مهامنا اليومية خارج المنزل، ولكن مع اقتراب الشتاء عليك أن تخفف من استخدام مكيف الهواء والاعتماد على الهواء الطبيعي، فاستخدام المكيف يرفع من معدلات استهلاك الوقود نظرا للحمل الذي يشكله على المحرك. إهمال ضغط الإطارات. إذا تعرضت أحد الإطارات لانخفاض ضغط الهواء بمقدار بسيط جداً، قد يرفع ذلك من استهلاك الوقود بنسبة 2-3%، وهي نسبة كبيرة تفقدها من وقود السيارة بسبب الإطارات فقط. وأخيراً، الحمل الزائد. لا يدرك البعض أن الحمولة الزائدة داخل السيارة قد تكلف الكثير، سواء في تلف بعض أجزاء السيارة أو بسبب استهلاك المزيد من الوقود. لذلك ننصح بالتخلص من جميع الأشياء التي تملأ صندوق السيارة الخلفي وأنت لست في حاجة إليها. بذلك قد انتهت الحلقة، لكن لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمشاهدة الحلقات الجديدة أولاً بأول.